قال وزير الدفاع الياباني إيتسوناري أونودورا أن قدرات كوريا الشمالية الصاروخية بلغت مستوى خطيرا وغير مسبوق، وأضاف أن هذا التهديد المتصاعد يوجب على بلاده وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة العمل بشكل جماعي والقيام بما وصفه بردود أفعال مختلفة. تصريحات الوزير الياباني جاءت في مستهل اجتماع بالفلبين مع نظيره الأمريكي جيمس ماتس والكوري الجنوبي سونغ يونغ مو. أشار أونوديرا إلى أن كوريا الشمالية أطلقت مؤخرا صواريخ باليستية مرت فوق الأراضي اليابانية، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد أن تكون التجارب النووية التي أجريت مؤخرا في كوريا الشمالية شملت قنبلة هيدروجينية.